الأهلي بيواصل حفاظه على صدارة الدوري بفوز جديد على النادي المصري 2-0 في مباراة للمرة الثالثة على التوالي. بيتألق بادجي في مباريات النادي الأهلي وبيقدر ان هو النهاردة يعمل هدف وكمان يعمل اسيست كان رائع جدا. وجودة وروعة بادجي فعلا في الكرات العالية. هيجي طبعا الوقت عشان نتكلم على بادجي ودوره في المباراة، لكن اكيد ابرز حاجة فنية شفناها النهاردة هو تغيير ريني فايلر لطريقة لعبه مع النادي الاهلي والبدء باتنين رؤوس حربة واللعب بطريقة 4-4-2 فلات المشهورة، الطريقة الكلاسيكية جدا معروفة. وواضح جدا جدا ان ريني فايلر اختار الطريقة دي عشان دي الطريقة اللي ممكن تقلل من الجهد البدني على لعيبة النادي الاهلي. في وقت شفنا النادي الاهلي بيعاني بدنيا قدام نادي الزمالك، شفناه بيعاني بدنيا قدام نادي الجونة. النهاردة الطريقة اتغيرت و 4-4-2 ببساطة كده بتخليك توصل لمرمى المنافس في عدد تمريرات اقل بكتير من اللي انت بتعملها في طريقة 4-2-3-1 او 4-3-3 اللي بيعتمدوا على الباسنج الكتير. لكن 4-4-2 زي ما ليها سهولة في امور عندها صعوبات في حاجات تانية، وعشان كده ربما في الشوط الاول اداء النادي الاهلي ما كانش على المستوى اللائق. في الشوط التاني اكيد الوضع اتحسن بكتير، وكمان اضافة اكيد طبعا للطرد اللي نادي المصري عانى منه بطرد احمد ياسر في نهاية الشوط الاول، واضطر انه يلعب الشوط التاني كله بعشر لاعبين فقط. طب تعالوا نشرح مع بعض. ريني فايلر غير ل 4-4-2، النادي الاهلي عانى بسببها في الشوط الاول في ايه واستفاد في الشوط الثاني من ايه. ده الشكل ببساطة اللي على البورد النادي الاهلي لعب بيه 4-4-2 في مواجهة ال 4-5-1 اللي لعب بيها الكابتن طارق العشري. واحنا طبعا عارفين الكابتن العشري لما بيبقى المباراة ما عندوش انياب هجومية كتيرة، عنده مشاكل، عنده طبعا جهد بدني، على طول بيحط لعبته في شكل الزون ديفنس. اللاين ديفنس بتاعه بيترسم قدام خط ال 18، صعب جدا جدا تلاقي الكابتن العشري في الوضع ده يلعب لك بدفاع متقدم، لا بيلعب بدفاع قدام خط 18 ويسيبك بتتحرك بالكرة عادي جدا جدا في نص الملعب لغايه لما تيجي عند الحته دي وتلاقي كثافه عاديه ويبدا الضغط عليك. مفيش طبعا ضغط بطول الملعب، طبعا ظروف الفريق فعلا في الوقت الحالي اصابات كورونا والامور الظروف اللي مرت بالفريق قبل المباراه دي وفي المباراه الاخيره طبعا صعب جدا جدا انه تخليه يطلب من اللعيبه ان هم يلعبوا هاي لاين ديفنس، صعب جدا مستحيل بدنيا على اللعيبه انها تعمل الشكل ده. وبالتالي لعبوا بالزون ديفنس المشهور بالكابتن طارق العشري. ريني فايلر اختار يلعب 4-4-2، هنا ما عندوش أجنحة لأن أجنحة الـ 4-4-2 مختلفة عن أجنحة الـ 4-3-3. في إيه بقى؟ الجناح عندك اللي بيلعب فيه نص الملعب بنسميه مثلا الشمال بنقول عليه LM، ما بنقولش عليه LW، مش ليفت وينجر، هو مش وينجر، هو مش جناح بيخسر لجوه وبيجري، لا لا لا، ده لاعب خط وسط أيسر. ونفس الأمر دي جناح الأيمن لاعب خط وسط أيمن، يعني اللاعب بيبقى دايما متأخر. وأهم حاجة عند اللاعب ده، أهم حاجة طالما بتلعب بالطريقة دي لازم يكون بيعرف يلعب كورسات كويسة جدا، بمعنى يعمل حاجتين، لو الكورة من عنده يبقى عنده في أوبشن إن هو يلعب الكروس، لو النهاردة الباك مش هيطير وراه وهو خد المساحة دي يبقى لازم يجيد الكروس لداخل منطقة الجزاء أو يجيد ضربات الرأس إذا الطرف الثاني هو اللي لعب الكرة العرضية، ولازم لما يخش يضم ما يضمش لجوه قوي، لازم يضم لغاية هنا بس. ليه؟ عشان اوريدي انت عندك اتنين رؤوس حربة كانوا بادجي ومروان محسن اوريدي واخدين معظم منطقة الجزاء، ايه الحتة اللي هتبقى عندك؟ الحتة دي. فدي مسؤولية الليفت ميدل مثلا في الشمال، هو الجناح او اللاعب خط الوسط الايسر هو مسؤوليته المساحة دي، والعكس صحيح في الناحية اليمين للاعب المقابل له اللي احنا بنتكلم عليه هنا احمد الشيخ. وبالتالي كان في مشكله عند النادي الاهلي في مركز الليفت ميدل او لاعب خط الوسط الايسر اللي هو مين؟ كان اجاييه. كان في مشكله كبيره جدا ان اجاييه ما يفتش ومش مناسب خالص لطريقه اللعب دي خالص. ليه؟ اجاييه لعيب الى حد ما لما بيمسك الكوره ما بيتحركش بيها بسرعه كبيره، وفي نفس الوقت كمان
عنده واضح جدا عنده مشكلة بدنية في الفترة الأخيرة، فكان صعب جدا جدا انك تلاقي أجايب بيعمل اي كروسات في الشوط الاول، كانت دايما الكروسات جاية كلها من عند علي معلول، وبالتالي النادي الاهلي كان بيلعبه كأنه فاقد المركز ده، لان كمان أجاي عشان يحاول يتحرك لداخل الملعب هنا هو كان صعب جدا جدا في ظل الكثافة العادية، وكمان في ظل ان الاثنين الثنائي بتوعك اول ما الكرة بتعدي نص الملعب بتاعك بيخش منطقة الجزاء، فالسؤال انت الاهلي مش محتاج محطة لعب، وعشان كده الاسلوب ده ما ينفعش يلعب فيه أفشة ولا صالح جمعة مثلا من بداية المباراة، لان طريقة اللعب دي ما فيهاش بلاي ميكر، وبالتالي نزول أجايغ لداخل قلب الملعب كان بلا اي فايدة ولا له اي خطورة على لعيبة النادي المصري، لانه كان دايما وحيد، وحتى فكرة انه يلعب الوان تو لما يكسر لغاية انه هو ويطلب من بادجي او مروان محسن ينزلوه كانت عملية مستحيلة فعلا فنيا، لان طبيعي جدا ان الاتنين دول اول ما الكرة بتتدرج على طول الكرة في الطريقة دي بتتدرج على الطرف، مفيش اي لاعب في العمق، مستحيل انك تلعب بالاسلوب ده في عمق الملعب، انت دايما بتلعب على الطرف، وبالتالي كل الاختبار اللي احنا بننتظره من النادي الاهلي هتلعب كام كروس صحيح للاثنين سترايكر، واذا دخل معهم أجاي، يعني المفروض اي كرة عرضية تتلعب داخل منطقة الجزاء لازم حد من الثلاثة دول ياخدها، مستحيل هتعدي، لان بحط ثلاث لعيبة طوال، اثنين اللي عندي السترايكرز والثالث اللي بينضم ليهم من الشمال، لكن المشكلة ان أجاي في كذا كرة كنت بشوفه لما الكرة العرضية بتيجي من عند محمد هاني واحمد الشيخ كان بيضم لغايه هنا اهو مع مروان وباجي، فهنا بالتالي لو افترضنا ان الكوره عدت المنطقه دي مفيش حد هنا خالص من النادي الاهلي كان بيقابل الكوره، مستحيل مش هتلاقي حد، وبالتالي هنا شفت ان أجاي ما قدرش يعمل الدور ده بشكل جيد، وهو لا عمل الدور ده ولا عمل الدور التاني اللي انا قلت عليه، وبالتالي كان طبيعي جدا 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 ان اول تغيير نشوفها ما بين الشوطين كان قرار جيد فنيا من رينيه فايا انه ينزل وليد سليمان بدل من أجاي عشان ينشط الجبهة دي اكتر ما كان عليها الشكل في الشوط الاول، وشوفنا وليد سليمان اول ما نزل الدنيا اتحركت شوية، واحمد الشيخ قدر يلعب الكروس لبادجي اللي قدر يجيب الهدف، وبصراحة كان بادجي جاب هدف جميل جدا في الشوط الاول لكنه اتلغى طبعا بداعي الاوفسايد، وكان فعلا قرار سليم من حكم المباراة، وبالتالي نادي الاهلي في شوط تاني طبعا مع طرد احمد ياسر من النادي المصري بدا يلاقي نفسه كتير قوي في نص ملعب نادي المصري، وكان اعتقد ان النادي الاهلي كان يقدر يحقق سكور كبير جدا، لان خلاص لعيبه النادي المصري لو شلنا لاعب بعد الطرد الفريق كله رجع يلعب 4-5-0، ما عندوش اي هجوم خالص في نص ملعب النادي الاهلي، للدرجه اللي قلبت الشكل لان النادي الاهلي كان بيهاجم بتسع لعيبه، حتى رامي ربيعه كان بيتقدم لغايه منطقه الجزاء، والوحيد بس اللي كان واقف في نص ملعب النادي الاهلي ياسر ابراهيم، لانه ما عندوش اي حد من لعيبه النادي المصري في النص ملعب بتاعه، وكمان لعيبه النادي المصري واضح جدا جدا ان هم ما كانوش يقدروا يلعبوا ال 90 دقيقه حتى بعد ما اتعملت الخمس تغييرات، الامر كان صعب جدا فعلا بدنيا عليهم ان هم بيلعبوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي كامل العدد في الملعب، لكن النادي الاهلي بعد نتيجه ال 2-0 بعد الهدف الثاني بدات تظهر مشاكل كبيره قوي، واحده من اغرب المشاكل اللي انا شفتها في النادي الاهلي بعد 2-0 ان اللعيبه على المستوى الفردي بدات تبحث عن الهدف، ما بقاش فيه لعب جماعي خالص، ودي شفتها في وليد سليمان في كورتين كان المفروض كان الفريق رايح 4-2، وليد سليمان اختار ان هو يخترق عشان يفتح مساحة التسديد ويسدد، وما عرفش يلاقي المساحة دي، وبالتالي الفرصة ضاعت على النادي الاهلي مرتين، فده ما ينفعش، برضو نفس الامر لصالح جمعه كان في كره جات له لما نزل كبديل جات له على ما شاف منطقه الجزاء، وكان في زميل له طالع من الناحيه اليمين كان المفروض يبصيله وكان هيروح انفراد، هو اختار التسديد، نفس الامر برضه لبادجي، ففكره ان اللاعب طبعا في مباراه زي دي اكيد بيبقى نفسه يحط اسمه في السكور شيت، ولكن لازم تلعب لعب جماعي، ما ينفعش الشكل اللي احنا شفناه، اللعب كان فردي جدا جدا، لو نفتكر قبل كورونا كنا بنتكلم على جماعيه الاداء في النادي الاهلي وازاي اللعيبه تدور على بعض، واهميه ان اللاعب اللي معهوش كوره بيتحرك عشان يخلق
مساحه للتمرير. وكان النادي الاهلي بقى تفتكر مبارياته حتى مباراه سان داونز اللي كانت في جنوب افريقيا اللي خلصت 1-1 كان الفرص بتيجي اللاعب عنده كذا طريقه وعنده كذا اختيار للتمرير. فدي واحده من المشاكل اللي اعتقد لازم ريني فايلر يشوفها ويعالجها في المباراه الجايه. لكن اكيد انا موافق جدا جدا واحيي فايلر على اختياره طريقه 4-4-2 في الوقت الحالي للنادي الاهلي. طريقه سهله بتوصلك للمرمى باقل عدد من التمريرات وخلقت للنادي الاهلي فرص كتير. طبعا بعيدا عن طبعا حته تاني النادي المصري لعب ب 10 لاعبين شوط تاني، ولكن الطريقه دي لو النادي الاهلي فضل يلعب بيها شويه في الدوري اكيد هتريح اللعيبه، لان انا متاكد مش هيقدر يلعب بيها قدام الوداد المغربي طبعا. ليه؟ في سيمي فاينال دوري الابطال، لان هتخسروا لاعب في نص الملعب. دي مستحيل فايلر يقدر يلعب الوداد ب 4-4-2، لازم هيرجع لل 4-2-3-1 او ال 4-3-3، لان في لاعب من نص ملعب او بلاي ميكر في الحاله الدفاعيه بيضم يبقى ارتكاز ثالث في نص الملعب عشان الحاله الدفاعية. ألف مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره الفوز المهم في مشوارهم للحفاظ على لقب الدوري الممتاز، وإن شاء الله أشوفكم بكرة بعد مباراة الزمالك وإنبي. شكرا جزيلا كريم.